ضفاف ثقافية. نترصد الكاتب والكتابة والكتاب، نفتح السيرة بصدق معرفي، نقف على الراهن الثقافي والفكري بكل موضوعية. ضفاف ثقافية، إعداد وتقديم الأخضر بختي. إخراج جبار محمد عبد العزيز. بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها أول ما أمر به من السماء وأول ما نزل، أول شربة للعقل للروح، وغذاء هي من الأزل. قال اقرأ في عليائه، فقرأ الأمين باسم ربه الذي علم وعلم بالقلم. هي القراءة إذن، تلك المهارة وذلك الفعل البصري الصوتي أو الصامت الذي يستخدمه الإنسان كي يفهم ويعبر ويؤثر في الآخرين. هي القراءة بوصفها من أهم أدوات تحصيل العلم، وأنها الأداة المثلى في بناء الفرد والمجتمع، فهي مهارة يكتسبها الإنسان فتساهم في نجاح حياته، وهي جزء أساسي ومكمل في آن واحد لشخصيته وشخصه. أهلا بكم وطيب الله ممساكم. القراءة أهميتها ماذا نقرأ، كيف نقرأ، ولماذا نقرأ، وأين تتجلى فوائد القراءة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في حدود ما يسمح به زمن الحصة مع ضيفتي. وظيفتي هي الأخصائية النفسانية السيدة ونسا بداري. ونسا بداري أخصائية نفسانية خريجة جامعة عمار تليجي بالأغواط، تخصص علم النفس العيادي، إطار بمديرية الشباب والرياضة بولاية سعيدة. سعيد بها اليوم، سعيد لتلبيتها لدعوتي التي من خلالها سنطرق باب القراءة بالتحليل والتفسير النفسي لأهم وسيلة نقلت ثمار العقل البشري وآدابه وفنونه ومنجزاته. السيدة ونسا بداري، مساء الخير، مرحبا بك في رحاب ضفاف ثقافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله تكون الاستفادة تكون في محلها إن شاء الله، التدخلات تاعنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ونسا بداري، لقد واجه يعني تعريف ومفهوم القراءة العديد من التعريف والتي صبت جلها في معنى واحد مشترك، أقربها هو تعدد وجهات النظر في التعاطي مع أي نص مكتوب وتحليله، يعني وكأنه كائن حي له جسم وشكل وعناصر تتعاون فيما بينها من أجل تشكيل بناء متكامل. أما في اللغة فهي تتبع الكلمات المخطوطة أي المكتوبة وتحويلها إلى رموز وأرقام وحروف وكلمات ملفوظة ومسموعة ذات معاني واضحة. في اعتقادكم الأستاذة ونسا بداري، ما هو التعريف المبسط للقراءة؟ في الحقيقة القراءة إذا بغينا نعرفوها بمفهومها البسيط تكون هي تناول بعض الأفكار أو أخذ الأفكار من أي شيء يقع عليه العين، لكن إذا عرفناها بمفهوم الإنسان
على حساب القارئ. تكون القراءة بالنسبة للإنسان مثقف مش كما بالنسبة للإنسان بسيط. طبعا هنا راح تكون القراءة على حسب الاهتمام. هذا هو، القراءة هي أحد المهارات التي يكتسبها الإنسان، وهي جزء ممكن يكون أساسي أو مكمل في اكتسابه لبعض سمات الشخصية. وتكون يعني معناها هذا التعريف الاصطلاحي لكلمة الكلمة القراءة. والقراءة تختلف على حسب الأشخاص والفئات. إذا كانت قراءة هواية أو وسيلة لبلوغ غاية معينة. جميل. الأستاذة بالطاري ونيسة، يعني للقراءة لا شك يعني العديد من الفوائد التي لا تحصى ولا تعد. طبعا ربما سيكون سؤالي مباشرا، لماذا نقرأ يعني في اعتقادكم؟ في الحقيقة الإنسان يقرأ لبلوغ غاية معينة، خاصة إذا كان طالب أو العمل اللي يقوم به المهنة تاعه تستدعي أنه دائما يكون على اطلاع. حتى الإنسان في التخصص تاعه يكون دائما يكون مطلع، فبالتالي دائما مضطر أنه يقرأ أو يدخل في نفق القارئ الدائم. لكن إذا كان الإنسان هاوي بيختلف الأمر جذريا. هنا نصنفه على حساب الاهتمامات. إذا كان إنسان يتخذ القراءة كوسيلة لبلوغ غاية معينة، هنا يكون القراءة ظرفية. إذا كان طالب معناها لسوء الحظ أنه إحنا المجتمع تاعنا يربط القراءة بالفترة الدراسية زمن دراسي. لكن إذا كان إنسان مهاوي للقراءة راح يكون يروح في معناها مستويات أكبر بالقراءة تاعه. للقراءة الأستاذة ونيسة الداري، للقراءة يعني عدة طرق طبعا، يعني القراءة السريعة، القراءة المتأنية، القراءة التحليلية، القراءة الناقدة، القراءة الجهرية، القراءة الصامتة إلى آخره. كثير من هذه الأنواع. كيف نقرأ يعني؟ كيف نقرأ تعتمد على الغاية من القراءة. إذا كان الإنسان هاوي للقراءة راح يكون يسبح في ملكوت الله سبحانه وتعالى من خلال قراءة تاعه. راح يكون يتنقل يأخذ من كل روضة زهرة، يكون دائما متطلع وعنده شغف القراءة من أجل اكتساب معرفة من يعني أكثر من أجل اكتساب معرفة أو إشباع رغبة القراءة لا أكثر ولا أقل. هذا إذا كان تحول إلى لذة معينة يعني. نعم إذا كان إنسان هاوي. لكن إذا كان إنسان معناها يريد بلوغ غاية معينة راح يكون يقتصر على صنف معين من القراءة، قراءة اجتماعية أو قراءة دينية أو ما إلى ذلك من أنواع الكتب. فبالتالي يكون الإنسان هنا مرتبط بالرغبة التي يقرأ يعني من أجلها وفيما يخص الأمر الذي ذكرتموه الذي يخص طريقة القراءة هنا تكون متبصرة، قراءة متبصرة غادي يكون يقرأ بين السطور، يتطلع إلى بلوغ معاني معينة، اكتساب أفكار معينة. دائما يكون القراءة تاعه تكون عندها أسلوب مختلف، وهذا ما يسمى بالقراءة التحليلية للأشياء التحليلية والقراءة الناقدة للأشياء. هذه تكتسب من خلال القراءة الدائمة، يكون إنسان مستمرة يكون عنده شغف القراءة، دائما يكون عنده زيادة، دائما يكون عنده إضافات في الرصيد اللغوي أو الأفكار أو من خلال القراءة. من خلال القراءة. الأستاذة بالداري، كيف يمكن يعني دائما في اعتقادكم وأنتم أهل الاختصاص، يعني كيف يمكن أن نحول القراءة إلى لذة، من خلال هذه اللذة ندمن على هذا الفعل الإيجابي؟ القراءة إذا اعتمدنا عليها كأسلوب للحياة يستطيع الإنسان أن يحول القراءة من وسيلة إلى غاية، يكون دائما عنده شغف القراءة في شتى المجالات. لكنه إذا كان لا يحسن
اختيار المواضيع أو اختيار الكتب أو ما إلى ذلك، هنا غادي نقع في المحظور. بمعنى أنه التزود بالمعلومات ما يكونش من أي ومن أي مصدر، خاصة في الوقت الحالي. هذه القراءة مواقع التواصل الاجتماعي والقراءة الفيسبوكية وما إلى ذلك، هذه تؤدي إلى تشويه الرصيد المعرفي لدى الإنسان. الأستاذة، هناك الكثير من الأسباب، منها الاجتماعية خاصة، أدت إلى عزوف الكثير من الناس، خاصة من هذا الجيل عن القراءة. كيف ينظر علم النفس إلى هذه الظاهرة؟ في الحقيقة الظاهرة هذه هي عامة اجتماعية نفسية وثقافية، لأنه القراءة بدأت تتقهقر في أوقات سابقة، وعندما وصلنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وهذه التكنولوجيا الجديدة غطت قلصت من المقرؤية إن صح التعبير. فبالتالي خاصة الكتاب الورقي. نعم، الكتاب الورقي أو كل ما يستدعي أنه الإنسان يكون مركز باش يقرأ، ولا تتعدنا إطلالات سريعة. هذا إذا كان أصلا كاين قارئ بمفهوم القراءة القديم. طبعا تعلق إنساني وإنساني يشد كتاب ويقرأ لفترات معينة. هذه دائما ترجع للتكنولوجيا. لكن أنا بغيت اليوم نوجه رسالة لبعض الفئات في المجتمع، وخاصة الأخوات الماكثات في البيت، أو الناس اللي انقطعوا على الدراسة، ونحاولوا أن نقلعوا هذاك المفهوم تاع نقرأ من أجل وصول غاية معينة، كما كنا نقول ودراسة وما إلى ذلك. هذا الفكرة بغيت نحاول أن نوصل أن الناس اللي عندها مستويات بسيطة في الدراسة وانقطعت على الدراسة، يحاولوا قدر الإمكان أنهم يسترجعوا هذيك اللذة تاع القراءة من خلال أمام الكتاب مثلا، حتى ولو كانت أمور بسيطة، ربطوا هذه العلاقة حميمية بينه وبين الكتاب. ممكن احنا ندوها من باب انه تكون عندنا فائدة نفسية واجتماعية وتطوير الذات، تطوير الشخصية وما الى ذلك. هذه النقاط نعمل عليها من خلال تصفح بعض الكتب او مجلات او قراءة مواضيع اجتماعية نفسية، لانه الفائدة من القراءة للإنسان تكون نفسية أكثر منها ثقافية أو ما إلى ذلك. نعود إلى الموضوع مهم في هذا المجال، وأنتم أدرى خاصة الأخصائيين النفسانيين، هل يمكن يا أستاذة بالداري ونساء، هل يمكن في اعتقادكم أن الكتاب أو ما نسميه مثلا بالدارجة الشريعة وقراءة القرآن في جو جماعي، جو يحركه أو تحركه مركزية الطالب أو الإمام، بمقدورها أن تفتح شهية القراءة للطفل وبالتالي يتعود على القراءة مثلا كخطوة؟ نعم، هي خطوة مفيدة جدا بالنسبة للإنسان في المراحل، خاصة في المراحل المبكرة في العمر، الطفولة الأولى. نعم، فبالتالي تعطيه يكتسب مهارات، رصيد لغوي، شغف بالقراءة، ما يكونش عنده ملل، يكون دائما عنده حب الاطلاع. وحتى في نسبة الذكاء تساعد الشريعة بطريقة ما شاء الله في بناء شخصية هذاك الإنسان وتفتيح قدراته الذهنية للقراءة وللمنهل العلمي بصفة عامة. وماذا ينصح علم النفس للعائلات في هذا المجال؟ يكون الإنسان الواعي، خاصة المربي في الأسرة، يحاول أنه بقدر الإمكان أنه يوفر الجو للأطفال تاع الأبناء. إن نحاول أن دائما نقول أن نقرأ له، أو نقول له أقرأ لي، لأنه الطفل للأسف احنا في المجتمع تاعنا القراية ولو يستعملوها بعض الآباء كوسيلة عقاب.
روح تقرا روح تقرا روح جبد كرطابك من هك هذه الطريقه، ولا تولد عند الطفل عقده من القراءه، نفور يعني نفور بشكل كبير حتى تقهقر في المستوى الدراسي. لكن اذا كان الولي عنده طريقه ذكيه للوصول الى هدفه المعين، يحاول انه يجيب كتب معينه، واختيار الكتب هذا امر مهم على حساب السن، يجيب كتاب معين فيه قصه للانبياء او شيء من هذا القبيل، يحاول او تاريخ او شيء من هذا القبيل، يحاول انه يقول للابن تاعه وش رايك نقرأ هذا الكتاب، هكا اقرا لي هذه الفقره، لمحاوله القراءه متكرره بصوت مسموع باش يكون عندها مغزى، باش نحاولوا اننا نجبدوا منها افكار كما هاك يتعود الطفل. وهل يا استاذ التحفيز يعني دور مهم يعني في التعاطي مع القراءه؟ التحفيز يكون على حساب السن، يكون الطفل الصغير كي نعطوه تحفيزات باللي كل ما نزيدو نقرا فقره معينه، كل ما نزيدو نتقدموا في ذاك المجال يكون عنده معناها جوائز معينه او سواء ماديه او معنويه، هذا ينطبق حتى على مراجعه الدروس، حتى يتعود يعني الطفل على القراءه يعني، بالتالي يولي بطريقه غير مباشره تلقاه هو مقبل على القراءه. جميل. طيب هل يعني من جانب آخر الأستاذة بدار ونيسة، اليوم نقف أمام جيل مختلف تماما، جيل إلكتروني فكريا إن صحت هذه العبارة، جيل لا يؤمن يعني بالكتاب بقدر ما يؤمن بالمعلومة السريعة والجاهزة. أنا أعتبره قارئ يعني حقيقة، لكن قارئ مختلف يعني الظاهرة عامة يعني في العالم العربي، إن لم أقل اليوم العالم ككل، يعني هذه الظاهرة يعني استحوذت على تفكير كل العالم. لماذا في نظركم يعني ونظرة علم النفس لهذه الظاهرة، ظاهرة القراءة الإلكترونية؟ هي تعتبر ظاهرة معناها عامة وبالتالي عندما يأخذ الكتاب الإلكتروني مكان الكتاب العادي، هنا نلقوا باللي الأفراد اللي يستعملوا هذه الوسائل هم كما قلنا طلاب أو تلاميذ يحاولوا أنهم ينجزوا بحوث أو يقوموا بأبحاث جامعية لا أكثر ولا أقل، معناها يروحوا مباشرة للمعلومة المراد أخذها والخروج من لكن المطالعة بمعنى المطالعة لا أعتقد أنها تكون في وسيلة إلكترونية باش الإنسان يطالع لفترات طويلة. وهل الظاهرة صحية يعني؟ لا، هي غير صحية وبالتالي تأثر على الجانب النفسي وتأثر على الجانب العقلي للإنسان، وخاصة القراءة في الفيسبوك. كاين الناس بزاف اللي تأخذ معلومات من الفيسبوك وتبقى راسخة في الذهن تاعه وتلقاه متعصب لذيك الفكرة، لكنه ما هوش عارف حتى مصدر تاعها أو صحتها من عدم صحتها، يعني افتراضية لأنه هذاك الشخص دا ذيك الفكرة والوسيلة تنسى. معناها في يوم من الأيام كي يكون في موقف تاع نقاش أو تطرح مسألة معينة يبقى هو يطرح في المعلومات اللي عنده بدون أن يكون لديه سند أو كي نقولوا إحنا يا دافع مرجعية لهذاك ذيك المعلومة، فبالتالي هنا يكون تحريف حتى وصلت الأمور توصل المعتقدات وأمور دينية وفتاوى، حتى كاين الناس توصل أمور حساسة ما لازمش الإنسان يهدر عشوائيا في هذه المسائل. لكن الإنسان كي يكون عنده فكرة ويكون متشبع بالمصدر تاعها والأسباب كي نقولوا احنا المرجعية تاعها، يكون مؤمن بذيك الفكرة، يحاول أنه دائما يدافع عليها ويعرف باللي كاين عندها أساس من الصحة إن صح التعبير. لكن الإنسان اللي يكون كل مرة يدي معلومات خاطئة وتبقى تتراكم هذه من مصادر مختلفة غير موثوقة يعني، نعم غير موثوقة،
الموثوقة تبقى تتراكم هذه المعلومات في الذهن تاع الإنسان، وبالتالي يكون المعرفة تاعه خاطئة تماما، يعني على حامل خطأ، يعني على حامل خطأ. نحاول احنا قدر الإمكان أن نبتعد عن هذه المصادر والكتابات، ونحاول أن نرفع من مستوانا الأخلاقي والاجتماعي وحتى سلوكاتنا من خلال مقرئيتنا. نحاول أن دائما كي نقرأ معلومات أو نأخذ أفكار، نحاول أن يكون عندنا مصادر، يكون عندنا أسلوب في أخذ الأفكار، وبالتالي يكون عندنا ثقة في المعلومة. نعم، استسمحوا ضيفتي السيدة ونيسة بطاري لنعرج على الغرفة التقنية ومختاره العزيز جبار محمد عبد العزيز في استراحته على الضفاف، ثم نعود. جدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، قد مضينا نبذل الخير وما نامت الأعين عند الغلس، إننا مجد وعرس، إننا عائدون أمتي لا تيأسي، زمانا هل نسيت المسلمة نور هذا الكون روى الظما، أقمرا كنا شموسا أنجما، ومضينا كي نغيث الأمما، نشر الحب ونمضي قدما، حلل النور بلادي فاكتسي، حلل النور بلادي فاكتسي. جدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس، قد مضينا نبذل الخير وما نامت الأعين عند الغلس، إننا مجد وعز، إننا صبرا فإنا لن نغيب، لم يعد يطربنا ذاك النحيب، فالحبيب الحر يسعى للحبيب، فجرنا يا أمتي صار قريب، أنا أن نرجع ذا المجد السليب، عائدون أمتي لا تيأسي، عائدون أمتي لا تيأسي. عدنا والعود أجمل وأروع وأمتع مع سيدة ونيسة بالداري الأخصائية النفسانية. سيدة ونيسة، يعني القراءة، قلنا القراءة كأسلوب حياة، القراءة من أجل القراءة، كل هذه المفاهيم اختصارا، يعني ماذا 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 نقرأ؟ نحاول أن دائما الحوار تاعنا يكون موجه للأشخاص العاديين. أنا دائما قلت لك بلي باغي نوصل في رسالة للماكثات في البيت، الأخوات المنقطعات عن الدراسة، اللي عندنا مستوى متوسط
البسيط ونحاول أن نرفع المستوى تاعنا الثقافي والاجتماعي والأخلاقي من خلال قراءاتنا. وبالتالي أن نحاول أن نتخلاو على ذاك المفهوم اللي يربط القراءة بالدراسة أو معناها نقرأ باش نولي نخدم ونتخرج وما إلى ذلك. يعني هذا مفهوم خاطئ تماما. أو الفئة المجتمع اللي عندهم فكرة أني صيق أخطيت المدرسة أخطيت القراءة يعني نحاول أن بقدر الإمكان أن نقرأ باش نوصلوا لأهداف أخرى غادي نهضروا عليها لاحقا. ماذا نقرأ؟ نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن بالدرجة الأولى، كتب مدرسية. ودائما الأخوات اللي نقول لهم بهذا الترتيب يتساءلوا يقولوا لي علاه ويستغربوا، غادي نهضروا في هذا الباب. المقالات أو نصوص تنمي أسلوبنا في الحياة. قراءة الكتاب القرآن الكريم هذه مفروغ منها، الهدف تاعها باين. كتب المدرسية نحاول أن كأمهات أخوات عمة خالة دائما نحاول أني نضرب عصفورين بحجر واحد. كيف ذلك؟ نقوم بقراءة الكتب المدرسية مع الدارس، مع الطفل المتمدرس في الابتدائي، في المتوسط، في الثانوي وما إلى ذلك. كيف ذلك؟ تقوم الأم أو الأخت أو المهتمة بذاك الطفل بطريقة غير مباشرة تحبب هذاك الطفل في مراجعة الدروس، في الإقبال عن الدراسة من خلال كتبه المدرسية. والأمهات دائما عندهم مشكل في هذه النقطة. كيف ذلك؟ تحاول أنها تقول لي الأمهات تقول لي ودي يعني نقول لها باللي روح تراجع روح تراجع. دائما أنا نحفز الأمهات حاولي أنك تقري مع الولد تاعك، اجبدوا نجبدوا الكتاب وريني شا قريته، انتي بروحك تنمي المخزون المعرفي عندك، وتحاولي أنك دائما تطوري أسلوبك وتطوري الثقافة تاعك من خلال كتب مدرسية، وكاين مراجعة يعني من خلال مراجعة، من خلال اكتشاف بعض الأمور، من خلال تحبيب الطفل في المعلومة اللي راه يقراها. خاصة فئة أنا جربت هذه الفكرة مع بنات في الثانوي والمتوسط. نحاول الأم تشد وكأنها بطريقة غير مباشرة أو بين قوسين إن صح التعبير حيلة، تطلب الأم من الطفل تاعها وريني كتاب تربية إسلامية، علوم، جغرافيا، تاريخ، وريني شقريته، يا أقرأي لي بصوت مسموع، ما نقولوش جهري أو مرتفع كثيرا، تقرأ لك البنت ولا أنت تقري لها بصوت مسموع. تحاولي أنك تدخلي لها هذك الأفكار اللي دارتها في قسم تعاودها في المنزل. وكذلك تحاولي دائما تعطيها تحفيزات باللي راكي تقراي باش تعمري راسك، مش يعني تكون من الطرفين، تكون من الطرفين. هنا معناها هو أهم حاجة أنك تدخلي للطفل تاعك رغبة الدراسة، رغبة المعلومة في حد ذاتها، وهذه تعطيها حافز ودافع أنها دائما تكون عندها فضول كل ما تشوف كتاب تفتحه، تحاول أنها تعرف شكاين الداخل، تتعود على اكتشاف ما هو موجود في الكتب. وهذه الطريقة يعني معتمدة على علم النفس يعني. أنا كشخصيا اعتمدتها، الله أعلم هي كاينة في الجانب التحفيزي. بالنسبة للمقالات ونصوص تنمي أسلوب الحياة طبعاً. تكون الإنسان ما نقولوش مرأة أو الرجل أو الإنسان اللي يحب يكون دائما عنده معلومات في مجال معين يحاول قدر الإمكان أنه يكون عنده أكبر اطلاع. نقرأ مقالات في علم النفس، في التنمية البشرية، في علم الاجتماع، حتى في أمورنا تاع الدين المفروض نكون دائما على اطلاع، دائما ندي المعلومة من مصدرها الموثوق. نحاول أني نستعمل القراءة كأسلوب لتطوير الشخصية وتطوير الحياة. هذا النقاط دائما نحاول أن نكرروها ونحاول نعود أنفسنا على هذا الطريق. طيب الأستاذة ونيسة يعني بالداري، القراءة بما تحمله يعني ما الفائدة من هي اجتماعيا ونفسيا؟
الفائدة الاجتماعية ممكن نذكر منها بعض العناصر، تكون برفع المستوى الأخلاقي والاجتماعي للفرد، ترفع عن يحاول الإنسان أنه دائما يكون عنده اطلاع وثقافة في شتى المجالات، تساعده القراءة على رفع المستوى الاجتماعي بما في ذلك تحسين العلاقات، طريقة المعاملة مع الناس خاصة في الوسط، سواء في وسط الأسرة أو في المجتمع الخارجي مع الأصدقاء مع الزملاء. نلاحظوا فرق كبير بين إنسان مثقف دائم الاطلاع على الكتب وعلى الأخلاقيات وما إلى ذلك، وإنسان عنده مستوى أقل من ذلك، يؤثر ويبان في طريقة المعاملة مع الناس. كذلك المستوى الأخلاقي، نلاحظوا أن الأخوات، أنا بالنسبة لهذه الفكرة حاولنا في دار الشباب نديروا لقاءات مع الأمهات والأخوات باش نحاولوا دائما نرفع من مستوى الشخصية ومستوى الاهتمامات الأخوات، نعم، باش نحاولوا دائما نترفعوا للأمور اللي ممكن تسبب لنا مشاكل احنا في غنى عنها. الإنسان يكون دائما الاطلاع ودائما القراءة والأفكار تاعها دائما نظيفة، تلقاه يترفع على الأمور التافهة. والقراءة في حياة الإنسان دورها في بناء شخصية بالنسبة لكل الفئات العمرية، سواء أطفال شباب مراهقين، كذلك الأمهات ولا الأخوات المكثات في البيت حاولوا أنهم دائما يقروا أمور تعطيهم دافع للحياة، دافع لتنمية الشخصية، تغيير أسلوب الحياة، تدخل على الإنسان أمور تعاونه في حل المشاكل، فك بعض النزاعات خاصة معناها ممكن حتى تكون أسرية في طريقة معاملة مع الأولاد مع الإخوة مع الأزواج. هنا دائما نلاحظوا الإنسان يكون مطلع وقراءة المفهوم تاعها العام، تحاول دائما تلخص القدرات الشخص في طريقة تعامله مع الناس. هذا من ناحية الإجتماعية. أما من ناحية النفسية، دائما تساعد الإنسان على توفير القراءة بالشعور بالانتماء مع البشر، للإحساس بشخصية الكاتب والروائي والإنسان هذاك اللي أعطانا ذيك المادة، نتعلم من خلاله أخذ الفائدة من القراءة. القراءة تساعد على صحة الدماغ وتساعد على العيش بطريقة سليمة، تسقل القراءة كل المهارات الاجتماعية لدى الإنسان، والقراءة الجيدة تمنع نوع من الحرية، تمنح نوع من الحرية للشخص. كثيرا ما نتعامل مع القراءة كأسلوب أو وسيلة للهروب من المشاكل أو الوقائع اللي الإنسان يكون في صدمات في هذا الواقع، وبالتالي يحاول أنه دائما يقرأ لكي يرتاح من هذه أعباء الشغل أو الروتين أو التراكمات للحياة، يحاول دائما أنه يقرأ باش يكون عنده متنفس في مجال معين. الأستاذة ونسة، يعني آخر سؤال ربما، كيف يمكن أن نصنع قارئا جيدا، أو بالأحرى نحافظ على الأقل من نسبة المقروئية التي هي غائبة يعني اليوم؟ إحنا لو كان لحبذا، لو كان الأهل يحاولوا أنهم يغرسوا هذه الأفكار في أولادهم منذ الصغر، لأن التعلم في الصغر كان نقش على الحجر. يحاول الإنسان أنه يغرس هذه الأفكار في أولاده بالممارسة، مش بالأوامر والطريقة السلبية، لأنه بزاف ناس توقع في هذا المحظور. يكون الإنسان، وهذه خاصة هذه الفكرة عندنا فيها مشكل كبير، أنه يربط الأهل الدراسة بالعقوبة، معناها يطلب من الطفل روح تقرأ روح تقرأ وكأنه يعاقب فيه. لا، نحاول يعني في الحالة هاي مفروض نحاولوا أن نرغبهم في القراءة.
هذه في الـ في الـ في فئه الاطفال. اما بالنسبه للمتوسطي الاعمار نحاولوا ان دائما يكون عندنا هدف من القراءه. كي نكون نمي في الشخصية تاعي نحاول أني نقلع هذيك الفكرة تاع الإنسان اللي الإنسان اللي في المدارس أو في الجامعات هو اللي يقرأ اللي خارج على هذا الجدران التعليمية. هذا مفهوم خاطئ. نحاول قدر الإمكان أن نتخلص من هذا الفكرة ونحاول أن يكون عندنا اطلاع. والجدير بالذكر في هذا الموقف هو الأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة والصحيحة باش تكون الثقافة تاعنا مبنية على أساس صحيح. الأستاذة الأخصائية النفسانية وانسة بالداري، الحديث معك شيق وجميل ومثمر كذلك، خاصة من جانبه النفسي حول القراءة. القراءة كظاهرة تخص الإنسان باعتبارها يعني حياة أخرى توسع أفاق المعرفة والثقافة، فتتوسع من خلالها يعني مدارك الإنسان وبالتالي يتعامل بإيجابية في اتخاذ قراراته الحياتية. الحديث معك مفيد يعني بحق، وكان بودي أن أتعمق كثيرا معك في نبش يعني الكثير من الجوانب في هذا الموضوع لولا أن الوقت دائما لنا يعني بالمرصاد. هل من كلمة نوقع بها هذا اللقاء الجميل أستاذة؟ على كل حال أنا عندي رسالة إن شاء الله بإذن الله توصل للأخوات والإخوة المنقطعين على الدراسة، خاصة في كل المستويات سواء ابتدائي متوسط أو ثانوي أو حتى جامعي. نحاول قدر الإمكان أن نتخلصوا من ذاك المفهوم القراءة للمتمدرسين. هذه أول حاجة نحاول قدر الإمكان أن نرفع من مستوانا الثقافي من خلال قراءاتنا لكي نستطيع أن نبني مجتمعا سليما ونعرف كيفاش نتعامل في علاقاتنا الاجتماعية في بناء أسر في تكوين مجتمع معناه صحي. لكن وكاين فكرة ثانية أخرى بغي نوصلها للأخوات، نحاول أن نستفيد من المنابر الثقافية الموجودة في المجتمع تاعنا، دور شباب، مراكز ثقافة، مساجد، ما شاء الله راه كاين مكتبات، كل المؤسسات الثقافية. نحاول أني نحتك بالناس اللي عندها حتى مجالس الذكر، نحاول أني نخالط الناس اللي ناخذ منهم فائدة وليس العكس. جميل. بالنسبة للسلبيات القراءة كاين أخطار رانا نتعرضوا لها في المجتمع تاعنا، نحاولوا أن ننصحوا الابتعاد عن البعد الكامل عن الكتابات التي تكون دون المستوى سواء أخلاقي أو اجتماعي. القراءة العشوائية خاصة الفيسبوك، القراءة يكون باقتناع وإيمان والدفاع عن الأفكار. معنى الإنسان كيكون عنده شغف في مجال معين يحاول أنه يأخذ من مصادر موثوقة ويكون عنده أفكار صحيحة، حتى إذا كان يبغى يدافع عليها يكون عنده أدلة وبراهين. وكلمة علاه دائما أنا نهضر مع الأمهات والأخوات اللي أنا نخدم معهم، كي نكون نسمع في أفكار وندي في معلومات، كاين فرق بين الخجل والحياء. الحياء مطلوب لكن الخجل خاصة في العلم. نحاول أن نسأل لماذا علاه هذيك الفكرة وعلاه هذيك جات كيما هاك، يكون عندي رصيد حتى في يوم من الأيام كي نكون إن نعلم في أجيال كي تكوني أم ولا أخت ولا تنقل في هذيك الفكرة يكون عندك أدلة وبراهين وتدافع الفكرة تاعك بكل أريحية. لكن هذيك الفكرة تاع سمعتها بصح راني مانيش منها. وخاصة تعصب، كاين الناس تتعصب بالبعض الأفكار وتكون ما عندها حتى صلة مع الواقع، وهذا خطر كبير ويرسخ معلومات مغلوطة لدى الأجيال الصاعدة. فبالتالي نحاولوا أن نحافظوا على المقروئية تاعنا ونحافظوا على الجيل هذا اللي راه جاي بطريقة الترسيخ القراءة الصحيحة. حتى القراءة كي تكون صحيحة يكون عندها مفيدة أكثر، يعني تكون مفيدة أكثر. موضوع القراءة أهميتها أهدافها، كيف يتحقق هذا الفعل، كيف تساهم هذه الوسيلة في تغيير الحياة حياة الإنسان والمجتمع،
ربما زوايا متعددة تطرقنا لها مع الأخصائية النفسانية السيدة ونسا بداري التي أشكرها لحضورها معنا اليوم في هذه الحلقة التي أتمنى أن تتكرر بغية الاستفادة من هذا الموضوع الذي يهم الجميع طبعا. شكرا لها مرة أخرى ولها مني تحية معرفية خالصة. كانت هذه ضفاف ثقافية. أنا الأخضر بختي أحييكم كما يحييكم الصديق العزيز جبار محمد عبد العزيز وراء العارضة التقنية. شكرا لمن تابع وتتبع واستمع واستمتع والسلام كل السلام على من مر علينا بسلام وعلى المحبة. نلتقي. ضفاف ثقافية. نترصد الكاتب والكتابة والكتاب، نفتح السيرة بصدق معرفي، نقف على الراهن الثقافي والفكري بكل موضوعية. ضفاف ثقافية. إعداد تقديم الأخضر بختي. إخراج جبار محمد عبد العزيز. بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع.